Rhea! Rhea! نعم بابا اديني شحبتين دواء لوجع الراس لانه راح يبج راسه. ليه صوفيا؟ ما في شيء. افكر كيف بدنا ناكل من هلا لاخر الشهر. هالقد؟ رحت اليوم دفعت القسط. في كم اكله انت وخيك بتحبيها من هلا للترمينال بتنسوها نهائيا. لقد قسط المدرسه بالسنه؟ 4500 دولار. هيدا من دون القرطاسيه ومن دون الاوتوكار. يعني مع القرطاسيه والاوتوكار 6000 دولار بابا. اف 6000 دولار؟ يعني مع 15 سنه مدرسه بصيروا 90000 دولار. هلا صرتي شاطره بالحسابات؟ السنة الماضية ليه ما عملتي منيح بالمسابقة؟ بابا بليز ما تغير الموضوع انه 90000 دولار مش حرام غير ال60000 دولار بدك تدفعهم من بعد ما اتخرج من المدرسة. هذا بدك افهم متين مثل ما انا مفكرة انه بيطلع على بعضهم شي 150000 دولار انه مش حرام غير بدك تدفعهم عن خيي 300000 دولار. طيب إذا جمدناهم بالبنك إذا بيعطون عليهم فايدة؟ إذا حطيناهم باللبناني بيعطون 12%. ما 12% مبلغ كبير؟ مزبوط مبلغ كبير. أو إذا بدنا نفتح بزنس ب 300000 دولار بأكد لك إنه بيطلعوا لي مصاري أكثر من المعاش اللي ممكن أقبضه. إنه بدل ما تكون مديون ب 300000 دولار صار معك بجيبتك 300000 دولار. والله مزبوط يا بابا ما فكرت فيها هيدي. ما فكرت فيها مزبوط. طيب شو رأيك بإني أترك المدرسة؟ 300000 دولار ما تنسيون. قومي لبرا. قومي لبرا.